شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اليوم الثالث لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في بلغراد برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزين رئيسة مجلس النواب، حيث تم اعتماد البند الطارئ المعني بالتصدي للتغير المناخي ومواصلة المناقشة العامة حول موضوع تعزيز القانون الدولي، الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي. وقد شارك الوفد في ورشة متكافئة الفرص بعنوان الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وكان لأعضاء وفد الشعبة البرلمانية مداخلة سلطت الضوء على الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وخلال الاجتماع للجنة التنفيذية لرابطة الأمناء العامين للبرلمانات، أكد سعادة السيد راشد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب أن السلطة التشريعية في البحرين قدمت برنامجا رائدا غير مسبوق خليجيا وإقليميا للثقافة البرلمانية، وذلك لكافة فئات المجتمع من أجل نشر الثقافة البرلمانية والتوعية وتعزيز الشراكة المجتمعية. حضرنا اليوم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ل 141، حضرنا العديد من اللجان والاجتماعات الجانبيه والاجتماعات الرئيسيه، التقينا بالعديد من الوفود وذلك لتوحيد الرأى وتوحيد المواقف. استمعنا كذلك لعدد من الكلمات، من ضمنها طبعا كلمه معالي رئيس مجلس النواب السيده فوزيه بنت عبد الله زينل، وكلمه ايضا كذلك سعاده النائب الاول رئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو. وإن شاء الله بنتم فعالية اليوم وبنخلصها في باقي الاجتماعات، ومن أجل كذلك التواصل مع باقي الوفود في المؤتمر. طبعا كأحد أعضاء الوفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك في مؤتمر الاي بي يو في صربيا لهذه العام، شاركنا في كثير من اللجان واللجان الدائمة وأيضا الجمعية العامة والمجلس الحاكم. من ضمن هذه الاجتماعات ملتقى الشباب الذي يتعرض لأهمية وجود الشباب وحضورهم في البرلمانات العالمية. الواقع اليوم الاجتماعات حافلة بجميع بكثير من المواضيع وكثير من الحضور، اجتماعات اللجان سواء كان لجان حقوق الإنسان، كثير من كلمات الوفود المشاركة، وأيضا للبحرين كلمة لمعالي الرئيس في هذا الاجتماع اليوم. وسوف نحضر أيضا حوكمة الإنترنت و الديجيتال تكنولوجي، لأن هذه راح يكون محور من محاور الاجتماعات القادمة. وأيضا بالإضافة إلى هذه الأمور، يعني نرى تفاعل كبير من الشعب البرلمانية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.